ترتفع حصيلة الوفيات من جراء فيروس كورونا في البرازيل، وتتقدم معها مرتبة البلاد في التصنيف العالمي من حيث عدد الإصابات والضحايا. أكثر من 34 ألف وفاة جعلت البرازيل تتجاوز أرقام وفيات إيطاليا، إلا أن المجتمع العلمي هناك يرى أن هذه الأرقام أقل بكثير من الواقع، ويعزو ذلك إلى عدم إجراء السلطات ما يكفي من الفحوص المخبرية لكشف العدد الحقيقي للمصابين. ساو باولو وريو دي جانيرو الولايتان الأكثر تضررا بالوباء، والنظام الصحي فيهما على وشك الانهيار، وكذلك الحال في عدد من ولايات الشمال والشمال الشرقي. البلد الذي يبلغ عدد سكانه 212 مليون نسمة يدعو رئيسه جاير بولسونارو باستمرار إلى إعادة فتحه لحماية الاقتصاد والوظائف. فسجلت البرازيل وحدها أكثر من نصف عدد الإصابات والوفيات بكورونا في أمريكا اللاتينية. رابطة الشعوب الأصلية في البرازيل من جهتها دقت ناقوس الخطر مع ارتفاع معدل الوفيات بين أفرادها لأكثر من 5 أضعاف في شهر واحد. منظمة API التي تجمع تحت مظلتها 305 قبائل في البرازيل أعلنت أن الحصيلة بين السكان الأصليين بلغت 182 إصابة بحلول الأول من حزيران يونيو الحالي، بعد أن كانت 28 في نهاية نيسان أبريل الماضي، فيما يعاني بعض القبائل من عدم تزويده باختبارات الكشف عن الفيروس. نعم، نحن مختلفون، حتى لو كان النظام لا يريد ذلك. نحن شعب مختلف، نحن نتحدث اللغة التقليدية، لدينا نباتاتنا الطبية، لدينا الشمان، لذا نريد الاحترام أيضا. الأطباء يحذرون من خطر اندثار هذه المجتمعات الأصلية، لأن الإصابة بكورونا في منطقة الأمازون تعني الموت المحتوم بحسب تعبيرهم.